صرنا سنة ونص باركين على الأرض، من يومين جابونا مقاعد نبرد، بس أتمنى نسوي منا نتعلم. هنا دائما ما تكون الأقدام والأيدي باردة، لا مكان لجرس يقرع إيذانا بالفصحى، أيضا لن ترى جدرانا ولن تجد زينة للأطفال. يلتقي هنا عشرات الأطفال الذين وجدوا أنفسهم يعيشون ظروف حرب لا ترحم. ما يعرفونه عن الحياة خيمة وقصف وهروب، لكن ليس الشقاء وحده ما يجمعهم، فهؤلاء يتقاسمون أيضا الأمل والإصرار. هنا مدرسة لهؤلاء الأبطال، هنا مصنع الأحلام. في أحد حقول ريف إدلب شمالي سوريا تحولت هذه الخيمة المهترئة إلى مدرسة اسمها مدرسة السكري، تيمنا باسم المخيم نفسه. أقدام هؤلاء الأطفال كثيرا ما تؤلمهم، فأرض مدرستهم ليست سوى حبات من الحصى. حتى وقت قريب لم يكن للأطفال مقاعد يجلسون عليها، فتراهم يتألمون من ظهورهم وهم يصغون للمعلمة، وإذا ما كان الجو بردا قارسا فإن حالهم يزداد سوءا. يدرس في هذا المكان الضيق نحو 100 طفل وطفلة، لا يوجد أمامهم سوى لوح صغير بالكاد يتسع لبعض الأرقام، ويحبونها، لا مكان لكتابتها كلها على السبورة، ولذلك كتبت على إحدى قماشات الخيمة، وكلما هطل المطر تختفي الحروف أكثر. يقضي الأطفال ساعات في هذه المدرسة المتواضعة، يأملون جميعاً في أن يساعدهم طريق العلم، وإن كان في هذه الظروف الصعبة بالحصول على مستقبل أفضل. هذه الطفلة البطلة هي ريم، تبلغ من العمر 10 سنوات ولديها شغف كبير للتعلم، على الرغم من أن معظم متطلبات الدراسة غير موجودة. شفت هون في طلاب لابسين شنط يقتلون في مدرسة، قالوا لي إيه في المخيم السكري، قالوا إذا بسجل بيسجلونا، قالوا لي إيه روحي لعند الأستاذ. فتت لعند الأستاذ على الخيمة، قلت له يا أستاذ بدي أسجل، بسجلنا، قال لي إيه بسجلك، ناقصة كل شيء يا أستاذ، ناقصة شنط يا أستاذ وكتب ولواح وقلم للواح دفاتر كل شيء ناقصة. كان عندنا لوح صغير نبرك على الأرض، وبيعطينا الأستاذ، بيشترى الأستاذ الأقلام، مشترى القلم حقه 10 ليرات. حرمت ريم ونحو 2 مليون طفل سوري من الذهاب إلى صفوف الدراسة بعدما دمرت الحرب نحو 40% من البنية التحتية للمدارس بحسب الأمم المتحدة. بعض الأساتذة لم يستسلموا لهذا الوضع المأساوي، وأخذوا على عاتقهم تعليم أطفال المخيمات بقدر ما يستطيعون، كالأستاذ كمال الذي أنشأ مدرسة السكري. يعني من شفت هيك الوضع بالطلاب قلت عسى يعني علمون هالطلاب حتى لو المبادئ الأساسية في التعليم من قراءة وكتابة أو حساب. بالنسبة لإقبال الطلاب إقبال كبير إن شاء الله، وعندهم أهداف الطلاب رغم جميع الصعوبات، عندهم أهداف يعني ما شاء الله أهدافهم كثير، طموحهم كثير كبير. يأبى هؤلاء الأطفال أن يستسلموا لآلامهم، تراهم يرسمون ابتساماتهم على وجوههم حتى وإن أرتهم الحياة أقسى ما لديها. هؤلاء الأطفال صحيح إنهم تلاميذ، لكنهم أيضا يعلمون غيرهم الأمل والإصرار.